السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غزالات ديالي. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو من نوع ثاني مميز متنوع ومفيد مليء بالافكار ان شاء الله اللي غادي تفيدكم. غادي نشارك معكم طرق تقسيم الفواكه، طرق تخزينها بطريقه جيده، كذلك طرق يعني تحضير عصائر بها. فان شاء الله هذا الفيديو غادي يفيدكم بزاف في شهر رمضان الكريم، كذلك في فصل الصيف اللي كنحتاجوا بزاف العصائر اللي كتكون منعشه ومغذيه. وما غاديش نطول عليكم، خليكم معايا الفيديو الى الاخر باش ان شاء الله يكون مفيد لكم. المهم البنات، هنا في هاد الاكياس هادو غادي يبان لكم عندي تشكيله ديال الفواكه متنوعه تبارك الله، ولكن مخزنه يعني مخزناها في المجمد بطريقه يعني جيده. وسبق لي وشاركت معكم عده افكار ديال طرق تخزين اللحوم، يعني الخضر، الفواكه. انا صراحه هاد الطريقه هادي معتمده على طول السنه، لان بعض المرات كنلقى يعني تخفيضات جيده. مثلا مؤخرا في الفيديو اللي نزلت معكم ديال تحضيرات مهمه في رمضان، شاركت معكم طريقه تخزين الفراوله، طريقه تخزين الاناناس. هنا كذلك عندي مركز ديال الحامض اي الليمون الخاص بالعصائر، اللي هو فيه افكار كثيره كيفاش يمكن لنا اننا نستغلوه في عده عصائر منعشه. وبالنسبه لطرق التخزين كلهم غادي تلقاهم على القناه، وغادي نخلي لكم الروابط ديالهم كلهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. نرجع لموضوع الفيديو ديال هذا اليوم ان شاء الله اللي غادي يكون عباره عن افكار كثيره ديال كوكتيلات. مثلا انا بعض المرات كنبغي نصايب غير باناشي، مثلا جبت شويه الخوخ وهذا وهذا، كيخزني جبد هذا البلاستيكات باش نبقى نهز كل حاجه، كيجي الموضوع يعني شويه متعب وضيع الوقت. فقلت جاتني الفكره انني ان شاء الله غادي نبدا ناخذ اكياس هكا، وغادي نحاول نوزع فيهم شويه شويه من كل فواكه، وغادي يكون متنوعين اكيد باش ان شاء الله غادي نبدا فيما نبغي. مثلا نجبد شي عصير نجبد غير الكيس بلا ما نبقى نجبد هادشي كلشي، ناخذ شويه شويه من كل حاجه. فهذا هو الفيديو. اكيد هنايا خديت الورقه وكتبت الاقتراحات ان شاء الله اللي باغا مثلا ندير، او لا ليست ديال مثلا هاد الافكار هادو. وما نطولش عليكم، غادي ندوزو ان شاء الله دابا نبداو العمل ديالنا. مثلا هنا البنات اول واحد غادي نبداو به هو واحد العصير او كوكتيل تروبيكال اللي كيكون مغذي مشكل ومنعش بزاف وصحي اكيد، اللي كنحتاجو فيه مثلا واحد التشكيله ديال هاد الفواكه كاملين. مثلا غادي نحتاجو فيه الخوخ، الفراوله، المونغ، الاناناس، كلشي هادشي. فمثلا غادي ناخذ كيس بلاستيكي، واكيد نتوما الكميات غادي تعملوهم على حسب او عدد افراد الاسره ديالك. فمثلا هنايا غادي ناخذ مثلا هنايا 3 قطع هكا ديال الخوخ، غادي ناخذ مثلا هنايا 4 ديال الفراوله، وغادي نبقى هكا مستمره ناخذ حفينه صغيره من كل حاجه. وكما ذكرت مثلا بلاصه ما تركزي على فاكهه وحده تعملي مانغا كبيره، كتبداي تاخذي شويه شويه من كل حاجه، وكيجي اكيد عصير لي مشكل. صافي غادي مثلا هنا عملت كلشي. وهذا العصير هذا ما غاديش نضيف فيه اكيد السكر بمره، لان تبارك الله الفواكه فيها السكر طبيعي. وغادي نحتاج انني فقط نجمعه مثلا بسوا بالبرتقال او الحليب، مهم كيبقى لكم كامل الاختيار. صافي، وكما ذكرت هذه الطريقه هذه غادي توفر عليا ان كل مره نبدا نجبد هاد الميكات كامل. انا ان شاء الله غادي نكمل مثلا نعمل واحد 5 ولا 6 الاكياس اللي غادي يكونوا بحال هكا. هانتوما بعد ما عملت واحد الكميه الخاصه بالعصير تروبيكال، غادي ندوزو باش غادي نحضروا الاقتراح الثاني اللي غادي نشارك معكم، اللي غادي يكون عباره عن جو غوج او العصير الاحمر اللي كيكون فيه فقط الفواكه الحمراء. مثلا هنا غادي ناخذ انا الفرومبواز، وغادي ناخذ الفريز والبرقوق. انا ما كنجمدوش، يعني مثلا حتى الا بغيت نضيفه فشي عصير حتى كنبغيه عاد كنضيفو. كلكم كذلك تضيفوا مثلا الحب الملوك او الكراز. وهذا العصير هذا كنحاول فقط مثلا الكيس غادي نعمل فيه غير خليط ما بين هادو، وحتى كنحتاج واحد كنضيف ليه مثلا بنانه، نضيف ليه كذلك مثلا ياغورت اللي يكون بنكهه هاد الفراوله او الفرومبواز، كتقدروا حتى هو تضيفوه. البنات هانتوما بعد ما عملت واحد الكميه من الاكياس اللي غادي تكون خاصه بالعصير الاحمر، غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نتعرفوا على الفكره مثلا ديال العصير الثاني الثالث اللي غادي تكون جو اورانج، او مثلا العصير البرتقالي اللي غادي نحاولوا نجمعوا فيه الفواكه اللي غادي تعطينا مثلا هذاك اللون البرتقالي. هنايا اختاريت انني مثلا هذا غادي نضيف فيه الخوخ، غادي نضيف فيه المانجا، غادي نضيف فيه مثلا واحد المركز او جوج من عصير من مركز الحامض، وغادي نضيف فيه مثلا واحد الكميه ديال الجزر اللي كيكون مسلوق، ما يكونش مسلوق يعني تماما، ولكن شويه يكون يلا بدا كيدخلوا الطياب كيف كنقولوا.
وتا هو يعني راه كيتجمد الخيزو يعني عادي، وهنايا غادي نجمعوه مثلا في الاخير بعصير البرتقال. مثلا ما توفرش عندكم مثلا شي فاكهه من هادو، تكتفيو غير بوحده وبالجزر، وتضيفوا مثلا ياغورت بنكهه سواء المانجا او بنكهه الخوخ. هانتوما بعد ما انتهيت من عمل هاد الاكياس هادو، كما ذكرت انا عملت هنايا ثلاث اشكال، ولكن تبارك الله راه كاينين افكار كثيره ديال انواع العصائر. مثلا هنايا كما ذكرنا هنايا تروبيكال، هنايا كذلك العصير الاحمر، وهنايا عندي العصير البرتقالي. هنايا كذلك بالنسبه للافكار، مثلا تقدري تاخذي ورقه وتقسميها على حسب مثلا انواع العصائر وكل كيس مثلا شنو يكون فيه، وتاخذي واحد العيار وتعلقيها في الثلاجه، وتزيدي مثلا لتحت اقتراحات كما ذكرت هنايا مثلا تروبيكال مثلا شنو فيه، شنو نقدر مثلا باش نخلطو، سواء بعصير البرتقال، سواء مثلا ندير غير ياغورت وماء، او نخلطو بالحليب. نفس الشيء بالنسبه للعصير الاحمر، مثلا نضيفو ليه كما ذكرت كنقدروا فقط نخلطهم مثلا الى ما توفرش حليب او برتقال، نخلطهم مثلا نزيدو مثلا جوج علب من هكا الياغورت اللي يكون مثلا بالنكهه ديال هذوك الفواكه اللي فيه، او ما توفرش مثلا بعض المرات غير الياغورت بنكهه الفانيلا راه كيتماشى مع جميع انواع الفواكه. اكيد هنا مثلا نقدروا نضيفوا مثلا عريشه ديال النعناع باش نعطيو واحد الانتعاشه اكثر ويكون صحي اكثر. وصافي يعني هادو هما الاكياس ديالي. دابا ان شاء الله غادي ناخذ اكياس فرديه اخرى وغادي نجمع كل واحد بوحدو، واكيد قبل ما غادي نختم الفيديو غادي ندوز نشارك معكم هاد العصائر مثلا انا اللي غادي نحضر مع بكل كيس. البنات هنايا العصير الاول ان شاء الله اللي غادي نقومو بتحضيره هو العصير البرتقالي، اللي كلشي فيه برتقالي، اللي فيه كذلك قطع ديال مركز الحامض. فهنايا ان شاء الله بالنسبه باش غادي نخلطوه، يمكن لكم تخلطوه فقط غير بالماء او فقط غير بعصير البرتقال. انا عملت مزيج، عملت كاس متوسط ديال الماء بارد مع كاس متوسط ديال عصير البرتقال. كذلك يمكن لكم تضيفوا لي حبه من الموز الى بغيتو، وكذلك يمكن لكم تضيفوا ليه ياغورت بنكهه المانجا او بنكهه الخوخ. والسكر انا ما كنضيفوش. العصير الثاني او الاقتراح الثاني اللي غادي يكون عباره عن العصير الاحمر اللي عملناه بالفراوله والفرنبواز، غادي ناخذ هنايا العصاره. وضعت كاس متوسط ديال عصير البرتقال مع كاس ديال نفس يعني نفس القياس ديال الماء. يمكن لكم نتوما مثلا تجمعوه كله غير بالحليب، يعني حتى هذا اقتراح كيجي زوين. وبالنسبه للسكر كما قلت يعني السكر ما غنضيفوش هذه المره، في عوض ما غادي ننسم مثلا بياغورت ديال الفراوله غادي نحليه بهكا بحبه ديال الموز. صافي غادي ندوز نضيف الكيس ديالي وغادي نطحن الكل جيدا.
بالنسبه للاقتراح الثالث اللي هو عباره عن كيس اللي سميناه كوكتيل او باناشي، المهم كل واحد شنو يسمي. كما شملنا فيه فواكه متنوعه، يمكن لكم فقط تكتفيوا بهذه الفواكه وتجمعوه سواء بعصير الحامض او بعصير البرتقال او فقط بالحليب او فقط بالماء. واذا كنتم مثلا تعملوا الماء من الاحسن تضيفوا مثلا ياغورت سواء الفاني سواء ديال الخوخ او المونغ، مهم اللي توفر. انا مادام كنقولوا انه يعني باناشي يعني عندنا مسموح لنا اننا ندخلوا اي فاكهه. هنايا ضفت غادي نضيف ليه التفاح، غادي نضيف ليه الموز، غادي نضيف ليه كذلك البرقوق. يعني يمكن لكم كذلك تضيفوا الكيوي، مهم اي فاكهه توت اللي متوفر عندكم. كيجي هذا عصير يعني منعش ومغذي وصحي اكيد. وهنايا انا غادي نجمعوا مزيج ما بين عصير البرتقال والماء. ولا بغيتوا تزيدوا مثلا السكر يمكن لكم تزيدوا السكر. انا تبارك الله هذه الفواكه كلها راه فيها نسبه يعني ديال السكر الحلاوه الطبيعيه، فغادي نكتفي فقط بالحلاوه ديالها وغادي ندوز نطحنوا ان شاء الله. وبهذا الحلقه ديالي كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون كان مفيد لكم، تكونوا استفدتوا منه وخديتوا منه بعض الافكار على طرق تخزين الفواكه، يعني منين كتكون مثلا في تخفيض يمكن لكم تشريوها وتخزنوها، وكذلك على طرق تقسيمها يعني العصائر وكيفاش تستغلوها في عصائر متنوعه. وهذه فقط يعني افكار بسيطه، مازال عندي افكار كثيره اللي ان شاء الله نبغي نشاركها معكم يعني في فيديوهات قادمه. ولا عجبكم فيديو دائما ما تنساوش تشجعوني بلايكاتكم اللي كتحفزني بزاف نعطيكم اكثر اكثر في يعني في الايام المقبله، وتشاركوا اكيد مع اصدقائكم احبابكم ربما تهما يستافدوا منه وتعجبكم تعجبهم هذه الافكار. ونقول لكم الى اللقاء يا احلى غزالات.